where our focus goes, our energy flows. مين فينا بيستخدم جوجل؟ فانتاستيك. لما بنعوز نسيرش على حاجة في جوجل بنكتب ايه؟ أفندم؟ How to keyword ونحط جملة. طب what if جوجل ما طلعليش بالظبط اللي أنا عايزه، بعمل ايه؟ فانتاستيك. مخنا بقى زي جوجل بالظبط. When you give it the right key, the wrong keyword, it gives you wrong answers. When you give it the right keyword, it gives you right answers. الله، يعني ايه؟ تعالوا كده بقى بالراحة. مخنا is in constant state of evaluation. أنا طول الوقت بإيفاليويت حاجات طول ما أنا ماشي، طول ما أنا ماشي. هو أنا كنت مفروض كده، هي اللي كانت المفروض ترد عليا، هو كان الساعة كام؟ طول الوقت بسأل نفسي أسئلة، صح كده؟ تعالوا بقى نسأل، نشوف لما بسأل مخي أسئلة، مش هنقول بقى كلمات وحشة، مش أسئلة مش ذكية كده، هو أنا الكلام ده بيحصل لي أنا ليه؟ مخك هيقول لك إيه؟ تدي يقول لك كل الحاجات اللي تعالي بقى أقول لك ده بيحصل لك ليه؟ صح؟ حلو. إنما لو سألت مخي إزاي أحول الموقف ده لمصلحتي؟ مخي هيعمل إيه؟ مخي عايز يساعدني، بس أنا لازم أسأله صح.